حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم بخصوص المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. تقدرون تتصلون بالبرنامج بأي دقيقة في حلقة اليوم على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة بالشريط هنا. عندكم الرقمين اللي تشوفوه أمامكم هسه ذني الاثنين، تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من داخل الفاو. أما عندكم الأرقام الثلاثة اللي راح تطلع بالشريط هنا، راح تشوفون أرقام ثلاثة تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من خارج العراق على حد سواء. فعدكم الخمس أرقام ذني اللي طلع عنهن للاتصال. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هسه هو مخصص لبرنامج الواتساب بس، عذروني ما أقدر أستقبل أي اتصال على رقم الواتساب ولا أستقبل رسالة صوتية. أكو هواية يتصلون على الرقم وهواية يزعلون يقولون أنتم ماذا تجاوبونه، رقم الواتساب غير مخصص فقط للرسائل، عفوا غير مخصص إلا للرسائل المكتوبة، وأتمنى تكون مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي شفتوه بعشارة البداية هذا حريق في أحد حقول النفط في العراق. المشكلة أنه أكو صندة بس وحدة للإطفاء قاعدة تطفي بالحريق اللي دي يصير بالنفط العراقي، ف لا تتعجبون إذا طلعوا بعد كم يوم وقالوا الحريق اللي صار في أحد حقول العراق راح يسبب خسائر بمبلغ كذا، لأنهم أصلا ما مستعدين إلى هاي القضية. بداية موضوع حلقتنا اليوم، أكو حملة دا يسووها مجموعة من النشطاء بالعراق، حملة إلكترونية لجمع تواقيع لحث تويتر على غلق حسابات زعماء الميليشيات بمقدمتهم مقتدى الصدر وقيس الخزعلي. الناشطين يقولون أنه زعماء الميليشيات المدعومة من إيران مثل قيس الخزعلي ومقتدى الصدر ما زالوا يستخدمون منصات تويتر وفيسبوك رغم مخالفاتهم سياسات النشر وتهديدهم للسلام ولحرية التعبير وتحريضهم على القتل واعتقال المتظاهرين. هاي كلها من انتهاكات سياسات تويتر وفيسبوك، وعليه هم دا يطالبون بغلق هاي الحسابات. وأكد النشطاء أن إغلاق حسابات زعماء الميليشيات سيجعل البلاد أفضل، حيث سيحرم زعماء الميليشيات من منصات إعلامية يستخدموها لبث الكراهية بين أبناء الشعب العراقي. فإحنا هسه موضوع حلقتنا هنا، أنتوا يا الشعب العراقي شنو رأيكم بما أطلق النشطاء في هذه الحملة؟ أنتوا ويا غلق حسابات زعماء الميليشيات لو لا؟ انتوا تأيدون هاي الحمله لو لا؟ انتوا موافقين انه النشطاء يجمعون تواقيع او توقعون وياهم او تساعدوهم او شنو اللي راح تسووه في هذه الحمله لو لا؟ اذا كان جوابكم اي انتوا مؤيدين لغلق حسابات زعماء الميليشيات على راس مقتدى الصدر وقيس الخزعلي و و و و ما شاء الله عندنا هوايه ميليشيات وعندنا هوايه زعماء وعندنا هوايه يهددون وعندنا هوايه يتوعدون وعندنا هوايه يقولون احنا واحنا واحنا واحنا، شنو السبب اللي تأيدون بها هاي الحملة؟ وإذا قلتوا لا احنا ما نأيد غلق هاي الحسابات همينا شنو السبب؟ فأتمنى انه يكون جوابكم، ما تأخذون انه فلان دي يقول غلقوا الحسابات هو دي يغلط، او فلان يقول لا تغلقون هاي الحسابات هو دي يغلط. احنا نريد رأي ونريد نقاش، واللي عنده رأي خلي يقوله ويعطينا رأيه ويعطينا اقتراحه، وصاحب الحجة اللي تقنع الناس خلي يقنع الناس بحجة بدون ما يتجاوز على أحد من الموجودين، لا على صاحب الحملة ولا على المؤيد ولا على المعارض ولا على اللي داين غلقن حساباتهم أو دا يطالبون بغلق حساباتهم. سؤالي اللي نطرحه هنا، إذا كنت أنت رافض غلق حساب مقتدى الصدر وقيس الخزعلي والولائي وأبو فدك وهم هواية قلنا ما بينا حين نذكر أسماءهم، لأن إذا أريد أذكر أسماءهم كلهم الحلقة تخلص وأنا بعدني ما أخذ ولا اتصال. فإذا أنت كنت رافض غلق حسابات زعماء الميليشيات، فأوجه لك سؤال هنا، شنو اللي سووا لك إياه هم أو شنو اللي سووه خير للعراق بحيث أنت مؤيد لهم ورافض تغلق حساباتهم؟ وإذا كنت أنت يعني مؤيد إلى هذه الحملة ومعارض لهم وتقول أني أوافق على غلق حسابات ذولة، هم أنا شنو السبب اللي خلاك تأيد غلق حسابات زعماء الميليشيات؟ الناشطين يقولون هم دا ينتهكون سياسة النشر، لكن باللي دا يقولوه هم دا يهددون سلام ودا يهددون حرية التعبير ودا يحرضون على القتل ودا يحرضون على اعتقال المتظاهرين
وهذه كلها هي جرائم ضد الإنسانية. تحريض على القتل هي جريمة ضد الإنسانية. اعتقال المتظاهرين هي جريمة ضد الدستور ومخالفة دستورية، لأن التظاهر حق كفالة الدستور مثل ما قلنا في إحدى حلقات صوتكم حسب المادة رقم 38 من الدستور العراقي اللي صدعوا روسنا به ويقولون إحنا نمشي حسب الدستور. حرية التعبير نفس المادة هي حرية التعبير وحق حرية التعبير والتظاهر. تهديد السلام هاي مصيبة كبرى، لأنه تهديد السلام يعني تأجيج النعرة الطائفية، تأجيج الحرب الأهلي، تهديد السلم المجتمعي، إثارة الفتن والقلاقل بالعراق، هذن كلهن تدخل من ضمن تهديد السلام. فالناشطين يقولون ذن الأشياء هم اللي يسووها زعماء الميليشيات بمنصاتهم على تويتر. فسؤالنا لكم، هل أنت مع أم ضد؟ أتمنى تجاوبوني عليه. اليوم صحيفة الذهلة الأمريكية تقول نشدد على ضرورة دفع حالة الاستقرار بالعراق وضمان أن تكون لها تداعيات فورية على الأرض من خلال تعزيز مكافحة الميليشيات المسلحة التي تغذي الحروب والتطرف. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صرح أن واشنطن تريد دولة منصفة، في إشارة إلى حجم الفساد والقمع اللي يتعرض إلى المتظاهرين العراقيين وحجم الاستقطاب الناتج عن تحركات الميليشيات ووكلاء إيران اللي ما تريد أن يكون العراق مستقر. وأكدت أن هاي التصريحات بمثابة تحذيرات للحكومة ببغداد، هاي صحيفة ذهل أكدت. وأشارت الصحيفة إلى ضرورة دفع العراق نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية والكشف عن كل الجهات التي لا تريد الاستقرار لإدانتها وتحجيم دورها. بس أحب أقول شغلة إلى صحيفة ذا هيل وإلى أنتوني بلينكن، أنت تتوقع اللي رشحوا له أحزاب وسوا رئيس وزراء وسوا رئيس وزراء توافقي وهم نفسهم اللي أسد يحاولون يشيلوه ويطيروه، راح يحاربهم أو يخفف الفساد بهم؟ المهم أكو غضب شعبي اليوم نتيجة إعلان لجنة تقصي الحقائق الحكومية بشأن مجزرة جسر الزيتون وسط الناصرية، براءة جميل الشمري من دماء المتظاهرين بالناصرية. هاي بهل وقت القصير اللي مشى بالعراق اكو تبرئتين صارت، برأوا بي اللي سووا مجزرة مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى واللي صورتهم الكاميرات واللي نشرت الفيديوهات واللي كان اكو دليل حسي وثابت ودليل قوي ودليل إدانة واضح وصريح، تبرأوا. واليوم جميل الشمري للعالم كلها شافت القوات الأمنية اللي كانت تحت قيادة جميل الشمري سوت بالمتظاهرين واللي أدت إلى استشهاد نحو 50 متظاهر وإصابة 500 ويتبرأ. فهي أخبار على السريع. أما إحنا موضوع حلقتنا مثل ما قلنا، أنتو ويا لو ضد الحملة اللي دا يسووها الناشطين اليوم لغلق حسابات زعماء الميليشيات على رأسهم قيس الخزعلي ومقتدى الصدر في منصة تويتر وفيسبوك. عبد الرزاق من بابل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أستاذ أفل؟ حبيب قلبي، الله يبارك فيك ويحفظك أستاذ أفل. نعم. دولة مافيات كبرى. نعم. دولة يعني دولة إذا ما يتحد العراقيين على يعني طردهم بالقوة، يعني الحسابات حتى إذا يعني مع احترامه وهي مبادرة حلوة، بس يا أستاذ أفل دولة يفتحون 100,000 حساب، يعني دولة عندهم دول يتعاملون وياها. فأتمنى يعني إذا المبادرة هذه تجيب نتيجة فياريت والله كنا ويا هالمبادرة هاي الحلوة وهذه، يعني حتى نتخلص من هالنفايات هاي اللي دمرت هذا البلد وهذا الشعب، ما يستاهل العراق يوصل للحالة هذه. فيا أستاذ أفل يعني أتمنى من كل العراقيين أن يعيدون حساباتهم. العراق
يعني جاي يتعرض الى هجمة شرسة من دول اقليمية، وانت يعني خلال هالفترة هذه اعتقد سمعت يعني احنا كنا منتظرين خطاب بايدن عسى ولعل يعني يجيب نتيجة، هذا بالخطاب مالته ما تعرض للعراق، ما معناته اصبح العراق مو قوة، اصبح العراق ورقة بيد الدول الاقليمية. فصراحة يعني هذا خيب اماننا يعني، يعني انا كنت من انتظر خطاب مالته قلت عسى ولعل نوصل للنتيجة يعني تفرحنا، لكنه من انتظرنا الخطاب مالته وما يعني تطرق للعراق صراحة يعني خيب امننا. على اي حال احنا ما نريد نعول يعني على الاجنبي، الاجنبي عمره ما يخدم الدول الاخرى، يخدم مصالحه ويخدم بلده. اما احنا العراقيين فعلينا ان نتكاتف ونعيد حساباتنا ونتخلص من هاي الطبقه الفاسده، وان شاء الله الله يحفظ العراق والعراقيين. تحياتي لك استاذ افر. حياك الله، حياك الله اخوي عبد الرزاق. ابو علي من المانيا، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم اخي. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نعم حي منبركم ومنبر الرافدين، هذه القناة الصباقة يعني والمدافعة عن الحق، هذه القناة يعني والله مبدع على العراقيين يعني، وهي كلمة الحق قاعد الأول بالأول تنطيه. حياك الله أخوي العزيز، ولا شكر على واجب، هذا واجبنا تجاه بلدنا وتجاه شعبنا. الله يكرمك أخوي. باتجاه دول الفاسدين، دول الميليشيات القذرة يعني، هذول نعم. الميليشيات قذرة يعني مع الأسف اليوم جاي يتحكمون ببلدنا، يعني أنا أصبحنا قربة ببلاد يعني قريبين بغير بلاد إحنا، وهسا هم جونا من إيران واستلوا على العراق كله، قاموا شي يريدون يسوون، فهذا مو صحيح هذه. فهذول يعني قاعد يمصون بدماء العراقيين، قاعد يمصون بدماء العراقيين ذولا. فذولا بس نطلب من العراقيين الشرفاء أن ندعي عليهم والله، يعني يدعون عليهم أن الله عز وجل استجاب الدعاء أن يخلصنا من هذولا القرد الخنازير. والله والله أتعبونا يا أخي، يعني حيل أتعبونا، يعني جونا على مع أمريكا ومع إيران جونا واستلوا على البلد بالكامل، وأتعبونا والله يا أخي حيل أتعبونا، يعني قاعد ندعي أن الله عز وجل يزيحهم منه، والله حيل أتعبونه. فذولا هم طبقة فاسدة، يعني طبقة فاسدة، يعني بشر هسع من تقول أنت فاسد، يعني والله يمكن إذا حيوان يستحي من هذا الكلام، إذا فهم هذا الكلام الحيوان راح يستحي. فهذولا يعني شال المستحى من عندهم، شال يعني المستحى شال من عندهم، فهذا بشر فاسد ومع ذلك ساقط، ويعني الكلام السيء تلقيه به مش على مو شنو، على مود الفلوس، مو هذا خطأ يتامى وأرامل، هذه كلها برقابهم، يعني جايك حاط العمامة هالكبرها براسه وجايبه. نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تبوى علي بكذب فليتبوى مقعده من النار. نعم، فوالله أتعب الشعب يا أخي، ذولا هذول السرسرية يعني واحد قليل يعني نسبهم ليل مع نهار ندعي عليهم، يعني والله الخنزير والحيوان يعني أشرف منهم، هو خنزير هذا خلق الله عز وجل، كنا خلق الله عز وجل بس أشرف منهم، والكلب أجلك الله أشرف منهم. كافيكم كافي، يعني اليوم تقريبا 20 سنة، هم 20-19 سنة أنتوا قاطبين العراق، ما سويتوا شارع، لا شفنا بي إعمار بالعراق، كلها كذب بكذب، يعني قاضينها بس بالكلام يعني راح نسوي، وجت الانتخابات والناس انتخبت ويجي فاسد أزود من فاسد. نعم، فهذول الطبقة فاسدة والله فاسدة، هذول مكاناتهم تدري وين أخي؟ والله بالحاويات مال الزبالة، أحطهم بالحاويات مال الزبالة، الشعب العراقي يلتم عليهم وقضبهم بالحاويات مال الزبالة. وين الديمقراطية تكلمون عنها؟ يا ديمقراطية، خلوا واحد يحسب له معمم ويسب له واحد بالشارع، شوف ايش راح يصير به. يشوف فينا عندنا تحسب رئيس الحكومة يعني. سب يعني عدالة ماكو. فذولا فاسدين ذولا. هذولا ان شاء الله تسعر بهم نار جهنم ذولا الفاسدين. الخونة الساقطين، يدعي لك بالوطنية وبال
وبالشرف هو جاب ظهر الدبابة مع الأمريكان، لو جاب ظهر الدبابة الإيرانيين. نعم. هذول والله أنا طولت بالكلام، بس دول ما عندهم لا قيرية ولا إحساس، الما عنده يعني الما عنده قيرية على بيته على شرفه، فما عنده قيرية على بلده. يعني هذا العالم كلها أمانة برقابهم، ساقطين سرسرية سفلة والله، يعني حيل مأذينة. يعني كل شاكو بلد بالعالم جاعت تنحل مشاكله، ألا هالسرسرية ذولة ما جاعت تنحل المشاكل معاهم، فالله يخزيهم إن شاء الله. فرعون إش قد دام بالأرض، تالي تمصيره بجهنم، هذولا إن شاء الله مع فرعون يبشرون من الله ما يستحقون. والسلام عليكم أخي. عليكم السلام. شكرا شكرا لك أبو علي. أبو طه من بغداد، حياك الله أبو طه. أبو طه. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ أفل؟ حبيب قلبي. القناة الرافدية. حبيبي. أستاذ أفل، بالنسبة للميليشيات والعصائب والكتائب ما أدري منين جونا إياهم، دي يوقفون حساباتهم. انقطع الاتصال يا ابو طه، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايه بخصوص هذا الموضوع. المشكله يعني ابو علي والاستاذ عبد الرزاق من حكوا على 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 الميليشيات وهذه، الاستاذ عبد الرزاق قال اني ما يعني هذول يسوون 100,000 حساب وراها، ما اتوقع هاي الشغله تسوي حمله اذا جيب نتيجه فاني وياها، واذا ما جيب يعني بهذا المعنى هو حكى. استاذ عبد الرزاق، لما ينغلق حساب رسمي إلى شخص لا تتوقع أنه يقدر يفتح حساب بعد باسمه الصريح مثل ما هو فاتحة هسه. فهي هاي هنا الحملة اللي دي يسووها، خصوصا بعد ما شافوا يعني الناشطين أنه تويتر غلقت حساب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب نتيجة تصريح واحد صرحها. فهي هنا الصورة انه هذا حتى لو سوى 100,000 حساب ثاني ما راح يكون رسمي مثل ما هسه هو حساب الرسمي وقاعد بيه دي يأمر ويقتل ويسوي اللي يسوي. ابو طه من بغداد، رجع لنا، حياك الله اخوي. الو، السلام عليكم سعد افل. عليكم السلام اغاتي. سعد افل، بالنسبة ولا المشكلة مسلحة خارج عن القانون. نعم. يعني دا يغطون الشمس من الغربان مثل ما قلت لك، يعني يسوون هالجرائم هاي والاعتقالات وما أعرف شنو وكذا و يعني. رجع انقطاع الاتصال ويا أبو طه من بغداد، أعتذر منك. سامي من بغداد، حياك الله يا سامي. السلام عليكم أستاذ أفل، تحياتي لحضرتك. عليك السلام ورحمة الله. ما شاء الله الأخوان بالكنترول. حبيب قلبي. الله يبارك فيك. بس احمالك بس اقول هاي هالقطعه قطعتين صراحه خزي وعار، انه مره تروح الى دوله جاره في سبيل والله انتخابات وشغلات يعني راحت تتوسل، وبعدين طلع لها هذا المجرم الاخر مستشار خامني يقولها لا احنا ما نقبل بالاشراف الدولي. فخزي وعار على هذول السياسيين، هاي اول شيء. ثاني شيء يا اخي العزيز، يعني خلينا نقولها من فوق، إذا حسابات مال تويتر لو غير هذول بنوا هذول صاروا قادة ضرورة، وصاروا شو اسمه، صاروا تيجان روس. هاي الأموال والحاشيات البارحة واحدهم مهتلف بالشارع، هسه صاروا خدم وحشم ومناطق خضراء وهالبيوت هاي، وهذا خال المالك من يشلعه من المنطقة الخضراء هذولا ما في مجال لا انتخابات ولا محزنون. شعبنا الله يساعده، هذولا ماكو لازم يصير كفاح مسلح ضدهم، هذولا ما راح يروحون اقسم لك بالله، لان يعني بس واحد من عندهم يروح مثلا يجون يجرون هذا المجرم المالكي للمحاكم زين، وبعدين قبل ما يجيبون المحكمه راح يدقون عليه، شلون الخز علي دقوا الامريكان واعترف ما خلى يكرمك الله حتى تشلب بالبصره طع اسمه، هذا من نفس الشيء كلها توقع.
هذول لازم يبقون. شعبنا ما يفيد انتخابات، اقسم لك بالله يا اخي العزيز. ولا وتصور انت اكو بلد، اكو بلد زين حوالي 400 كيان وكذا، وهذا متقدمين انتخابات، كلها كلاوات كلها تمويه، هاي دولة باقين وباقين وباقين. شلون داعش يقول دولة هذول نفس الشيء، هذول الجزء المضاد لداعش، هذول موجودين بالعراق وموجودين. شوف وجوه كاحل يعني ما تدري يعني وين تطي وجه، كلها خونة وعملاء وتابعين للخارج. يعني ما شفنا هيك حكم يعني، والله العظيم هذول القدماء اللي قادوا العراق لو يصحون من مقابرهم والله العظيم اصلا يخجلون اصلا يرجعون لهذا البلد تحت قيادة هل 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 عملاء وهل الخونة. يا اخي شنو هاي؟ سبحان الله. وانا اقول لك الصراحة، العراق منتهي بهاي السالفة يا اخي العزيز، والله العظيم ما اقول لك كفاح مسلح وتقلعهم قلع هذول، وتجي هذول هم هالشيء كلهم يقولون لك للشعب العراقي، يقول لك تعال اسحلنا يا اخي، تعال ضربنا، ايش فيك انت؟ هسه دنبوقك ودننهبك ووصلناك للحضيض، ما تقول ايش تنتبه؟ هالشكل هم يريدون، هالشكل يريدون هذا مقابله ويا كل الشعب العراقي. تحياتي لاداره القناه يا اخي العزيز. شكرا جزيلا لك اخ سامي. المشكله انه هم ذولا من يوم اللي جوي لليوم، خلونا نكون صريحين، شنو اللي قدموه للبلد؟ شنو التطور اللي صار بالبلد؟ تطور عمراني مثلا، ما العراق مدمر. تطور بالبنى التحتية، العراق ما بيه بنى تحتية. تطور سكاني، وين التطور السكاني اللي احنا سمعنا انه عدد نسمات العراق زادت ووصلت 40 مليون، شلون ما حد يدري. بس اكو تفكك ما بين بنية الشعب العراقي، لانه الشعب العراقي يتفاخر انه هو عبارة عن فسيفساء مختلفة، عندك صبة واليزيديين او المندائيين والاكراد والعرب والشيعة والسنة والتركمان وكثير من الطوائف اللي موجودة بهذا العراق، كانت تشكل فسيفساء، تشكل لوحة جميلة في هذا العراق من التآخي والتآصر والتلاحم فيما بينهم، بحيث كانوا متآخين متآصرين ويتصاهرون وعلاقتهم ما بها أي إشكال. من يوم اللي جو ذولا إلى الحكم من 2003 إلى اليوم، راح تجدون أنه ما بين هذه الفسيفساء صارت مشاكل، كأنما الفسيفساء اللي تشكل هاي اللوحة، الفواصل الاسمنت اللي بيناتها صارت عبارة عن ألغام وتفجرت وطارت كل قطعة من هالفسيفساء في مكان، وتطشرت وتفتتت هذه اللوحة وانمسحت صورتها. هذا اللي صار. شنو اللي قدموه في التطور الزراعي؟ ماكو زراعة بالعراق. تطور صناعي، معامل العراقية واقفة، وعدكم الدليل اللي قاله وزير الصناعة الأسبق لما قال أي وزير صناعة يجي للحكم وأي وزير صناعة يجيب أي رئيس وزراء بالعراق، تشرط عليه الأحزاب أنه ما يتكلم فيما يخص المصانع العراقية، ما يحكي في تشغيل المصانع العراقية أو تشغيل الأيدي العاملة أو إعادة المصانع العراقية إلى العمل. أكثر من 5000 معمل واقف، هذه ثروة للطاقة الإنتاجية، ثروة مالية، ثروة لتشغيل الناس. فشنو اللي قدموه للشعب؟ شنو اللي سووه للشعب العراقي بحيث أنه يستحق يتسمى تاج رأس؟ علي من هولندا، حياك الله يا علي. شوف حبيبي، هاي القضية اللي يعملوها هؤلاء على مستوى، بس إذا أمكنت علي العراق، أسمعك ناصر يا أخوي العزيز، صدقني. نعم، هي من زمان موجودة. هم ذولا يعملون هذا العمل في سبيل البقاء لا أكثر ولا أقل، هم يريدون أن يعملوا هذا الشيء في سبيل حتى يبقى الشعب مدمر، يبقى الشعب أثول، يعني ما يجي يتكلم غير يروح يوقف واحد وراء الثاني في سبيل ينتخب. المشكلة هي مو هنا سيدي، المشكلة مو هاي، المشكلة عندنا عند الشعب. نعم، الشعب إذا كان يعرف القائد يعرف شلون هذا، لأن إحنا نفتقر للقائد، إحنا نريد قيادة، ناكو قيادة عزيزي، لو أكو قيادة كان تمكن الشعب أن يعمل كل شيء. تفضل شوف الشعب الكوري، الشعب الياباني،
شوف الشعب اللي اسمه الشمالي، كوري الشمالي يا سيدي، هم مخترعين وهم شجعان وهم امريكا تخاف من عندهم، يعني الشعب هو الاساس. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. نعم. لو شلون الشاعر التونسي رحم الله ابو القاسم الشابي عندما قال هذا الشعر وقت اللي كان ما قال هسه يجي يشوف المصيبه اللي تكون على الساحه الواهله. احنا نفتقر الاراده. اسمعني حبيبي. نعم. لانه نمتلك الاراده نحكم هؤلاء المستكملين الاتون من الشرق ومن الغرب. طب لماذا؟ المشكله مو هنا، المشكله بينا. نحن الان امام اقتصاد مدمر يحتاج لكوادر نظيفه شريفه لتاخذ العراق نحو التطور والتقدم. موجودين هم، لكن اكو من يغلق عليهم الباب. نطلع شو ماذا يريد من عندنا؟ ان نملا الفراغ السياسي من طريقتين. الاول هو السير نحو العراق رغم التكتل والضغط السياسي العربي ضد العراق وما يحدث الان من تدمير نراه الان، لكن الفكر العراقي والفكر السياسي والفلسفي موجود. لن يتوهم البعض ان التطور في العراق غير موجود، موجود. اما الخط الثاني هو المجابهه والتحدي. لهذا الشعب هو ظهر الشعب يحتاج ويريد يطلب حق الشرعي، وهو شباب يردون يتعينون. شنو كيفك انت؟ حتى انت نعم المجابهه والتحدي حتى نتمكن من ايجاد خط سير فعال امام هذه الخطوط الحمراء اللي تنتهي بالفساد والتدمير. ووضوح حق وضوح الشمس. ولصادرة المستويات العلمية والثورية الحقيقية حتى نضع الحقيقة العراقية محلها الحقيقي. يا سيدي أمريكا لن تخسر فلس واحد في جميع حروبها التي نراها ونسمعها، بل هي مستفيدة لأنها الأقوى وهي المستثمرة. انظر من الذي يعاصب أمريكا. نعم. كل يوم حبيبي كل يوم ناقلات البترول تشيل تتعبي بترول وتفور وتأخذ النفط من العراق رغم أن في كل اللي يحكي لكن ما يتكلم به، وتمر على مضيق هرمز. وذاك ذاك قبل مدة بالفيسبوك كلمته هو أبو إيران، قلت له أنتوا لما تمر الساقلات وتعرفون تأخذون فيزا تأخذون وتقول فلوس على كل شاح حاملة بترول، ما تقولون أن هذا النفط اللي في عراقي مسروخ؟ إذن الأموال اللي تأخذوها فهي الذي ستحاسبكم يوم القيامة وستحمى عليكم في نار جهنم. نعم نعم. لأن هاي الناقلات الأمريكية شايلة نفط مسروق. من كان يحكي بهيج الشيء؟ أنا تكلمت في الفيسبوك. نعم. المشكلة هي هنا، تعال طلع قلت يقول هاي المصيبة. نعم. المصيبة هي كثيرة وكبيرة رأيناها. ما يتأخذ نعم. وقت الأخوة الذين ورايا لأنهم على الخط. يحتاجون لها. نعم شكرا شكرا لك اخ علي. ابو فاطمه من النجف حياك الله ابو فاطمه. الله يحييك استاذ اسد، تحيه لك. قلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام. الحقيقه موضوع الحلقه مهم فيما يخص يعني اغلاق مواقع المنصات الرسميه على في منصه عفوا الحسابات الرسميه في منصه تويتر وفيسبوك لزعماء الميليشيات على راسهم مثل ما يقولون الناشطين قيس خزعلي ومقتدى الصدر وباقي زعماء الميليشيات في العراق. نعم نعم نعم، هذا يعني هذا خطوه مهمه جدا للعمل على يعني كما تم غلق حسابات من قبل تويتر لشخصيات معروفة يعني لها أهميتها، فمن باب أولى أن تغلق حسابات هؤلاء المجرمين التافهين يعني وتهديدهم للنشطاء يوميا ومستمر. ليس يعني هو تم سبق وأن تم غلق حساب المجرم قيس جواد الخزعلي، فلا بد من تكثيف هذه الجهود. نشد يعني ايادي للجميع. احنا بدانا ايضا حمله في تبليغات وهي يعني مستحقه، ليست يعني لانهم يقوموا بنفس الدور في اغلاق حسابات كثير من الناشطين يعني بدون اي حق
لكن إغلاق هذه الحسابات ضروري جدا لحتى يعرفوا حجمهم هؤلاء. يعني أيضا تم غلق حساب المجرم خامنائي أحد حساباته الكاذبة. ولو تسمح لي أستاذ أفل، عندي يعني رسالة أنا أريد أن أبعثها لبرهم صالح. أنا لا أعتبره رئيس جمهورية العراق، أقول له أنت تتحمل مسؤولية إعدام الأبرياء في السجون. قبل فترة تم التوقيع على 300 بريء، 340 واحد. نعم، فهو يتحمل مسؤولية هذه القضية. العراقيين ليسوا يعني سلعة رخيصة، وليست دماءهم رخيصة، وراهم عوائل، وراهم عشائر. فنحن بقول بصراحة نرسل إنذار لأن يسحب هذه التواقيع، يسحب ويوقف الإعدامات، لأن الناس ستطالبه. لا يعني الآن إذا هو عليه ضغط من قبل الميليشيات فعليه أن يستقيل، وإلا فهو يعني يعمل معهم. هو رئيس جمهورية الميليشيات بصراحة، على أي أساس يتم إعدامهم؟ ثم أخي هنالك قضية أيضا، أنا أعتقد بالنسبة للشرطة الاتحادية هي عبارة عن ميليشيا أيضا باسم الدولة، ميليشيا كبيرة، وكذلك الجيش، لأنهم لم يستطيعوا ولم ينجحوا في حماية الناس وحماية النشطاء أبدا. فنحن نريد أن نوعي كذا، نرسل رسالة للشعب العراقي. احنا فرد من الشعب العراقي، احنا لا نعترف بهؤلاء، لانهم لو فعلا كانوا كما يقال الشرطة في خدمة الشعب لكانوا لخدموا الناس وحموا الناس. الان كم من المخطوفين شاسب وغير شاسب، المساكين اهاليهم يتألموا ويتولعوا ولا يسهروا الليالي، ليس لهم اي دور. فهذه هي رسالتي اخي أفل. نعم نعم، شكرا جزيلا لك ابو فاطمه لانضمامك لنا برنامج صوتكم. طبعا فيما يخص تبرئه جميل الشمري، احلى شيء لجنه تقصي حقائق الحكوميه، مهدي امر لي عضو اللجنه ايش قال؟ يقول انه بعد التحقيقات تاكدت للجنه عدم صدور اي توجيهات من جميل الشمري بشان تنفيذ عمليه او اطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، وانه ما حدث هو الطامه الكبرى هنا تصرف شخصي من بعض الضباط، وبرر إطلاق النار بأنه كان نتيجة ضغوطات تعرض لها أولئك الضباط بتلك الفترة. ثورة عمرها كم يوم، طلعوا كم متظاهر وطبوا للعفو وراحوا للساحة دا يتظاهرون دا يطالبون بحقوق، حقوق مشروعة، دا يقولون نريد خدمات، نريد محاربة الفساد، نريد أن يكون العراق للعراقيين، نريد نقطع به التدخلات الخارجية، نريد نخرج الأبرياء من السجون، وإذا تباعون عليها كلها مشروع أو كلها صحيحة. اتعرضوا هالضباط للضغوط، هاي رقم واحد. ما الشعب صار لفوق 17 سنة يتعرض للضغوط وما من حقه يتظاهر وما من حقه يحكي. أما الشغلة الثانية، 50 شهيد وأكثر من 500 مصاب، حالة فردية أردفتهم، شنها القيادة هاي اللي عندها ضباط تطلق النار بدون أوامر؟ الإطلاقات اللي طلقت هي ملك أبوه الضابط حتى يطلقها بدون أوامر عسكرية؟ والقائد وين كان لما صارت هاي الحالات الفردية؟ وش سوى جميل الشمري لما هو كان قائد عمليات وعنده ناس عصوا أوامر أو سووا حالات فردية أو أثاروا النزعة الطائفية؟ هاي دا نجي وياكم ودا نقول يابا أوكي مو هو زين، ايش سوى؟ ما هو المساءل؟ ابو شيماء من كركوك حياك الله. حياك الله، السلام عليكم استاذي. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تحياتكم وقناتكم المحترمه. حياك الله. طبعا اخبركم بس ما دا احصلكم. نعم اعذرنا بس ضغط الاتصالات على القناه. اي مو مشكله، تعليق على الموضوع اللي حاليا موجود، هذا الشيء زين يعني كلش زين، بس أنا تعليقي أكثر على الموضوع اللي المقاطع الفيديو اللي تنعرض هسه حاليا. أيه؟ اللي يلزمون الأسير، هذا أسير يضرب بالتكرم بالنعال
أو يضربه بغير شيء يعذبوه. نعم. هذا مو مشي من الإسلام ولا أخلاق الإسلام. الإسلام بريء من هيك أعمال. نعم. حشاك أعمال قذرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يلزمون الكفار قبل الكفار المشركين ما كان يقبل أي واحد يأذي أي أسير. هذا أسير يعني أنت عندك سلطة وسلاح وهذا جوه إيدك بتعذبه هيك، الله أكبر. ويقول إحنا أتبع أهل البيت، والله العظيم أهل البيت بريء منهم إلى يوم الدين. خلي يسوون، الله كريم. وأني ما أريد أطول وياكم، أهدي تحية لكم وإلك أستاذي العزيز وقناتكم الموقرة، وأهدي تحياتي إلى بهجة الكردي اللي كان يطلع عندكم ضيف قبل. أنا كنت معتقل أحكم 15 سنة وشفت الظلم، الظلم اللي موجود بالسجون أستاذي، الله أكبر. كنت أتمنى الموت والله. والله ناس محكومين بالإرهاب 99% أبرياء، وناس فقرة ومحكومين اللي أقل شيء 20 سنة. بعد تعطف ناس أب ويتث ولده، ثلاث أبناء مسجونين على إرهاب، هم أفقر الناس. نعم. تحياتي لكم مرة شكراً ثانية. شكراً 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 لك أخوي العزيز أبو شيماء. كلنا نعرف ال ال الظلم اللي دا يصير فيها المعتقلات العراقية وبالسجون العراقية، لكن يعني من دا نحكي يعني اللي يرفض مثلا قضية دعم الناشطين في غلق حسابات زعماء الميليشيات المدعومة من إيران على تويتر أو فيسبوك، من تجي يعني تفكر شو سووا للشعب العراقي؟ شنو اللي قدموا؟ عجينا على الصناعة، على الزراعة، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الثروة البشرية، الثروة المعدنية اللي موجودة بالعراق، على المنتج المحلي. يعني هم دا يدعمون مثلا المنتج المحلي، ما كان العراق هو المصدر الأول عالميا وكان متربع على عرش تصدير التمور لأكثر من 30 سنة. اليوم وين التمور العراقية والنخيل العراقي؟ وينه؟ ما كان العراق يعتبر منافس للسعودية في تصدير النفط عالميا، شنو اللي دي صدر العراق اليوم؟ إضافة إلى هو عنده سيطرة على المنافذ الحدودية. يعني العراق يحتاج يستورد طماطة وخيار وبرتقال ولالنجي وهالسوالف هاي اللي كانت عنده اكتفاء ذاتي، ويصدر يستورد تمر من إيران. هو بلد النخيل وأكثر دولة بالعالم بها فصائل تمر، يستورد برتقال وحمضيات مشهورة عندنا، حمضيات ديالة وبرتقال ديالة، يستورد طماطة وخيار ويستورد تمن، وإحنا أهل تمن العنبر. وكانت عندنا منتجات محلية وعندنا اكتفاء ذاتي في كثير منها. شنو اللي قدمتوه للشعب العراقي وانحسار المنطقة الزراعية أو المساحات الزراعية بالعراق؟ دعمتوا الفلاح؟ لا. ساعدتوا في دعم المنتج المحلي؟ لا. ساعدتوا في تقليل الملوحة اللي صارت في شط العرب وبالبصرة؟ لا. ساعدتوا في إعطاء الشعب العراقي مي صالح للشرب؟ فالفيديوهات على موقع يوتيوب عفوا هواية، مي يحترق بالنار ومي بحشرات ومي مسموم ومي خابط ومي بلاوي. شنو اللي قدمته؟ أبو علي من واسط حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للعراق والعراقيين. مساء الأنوار. يعني هذا السعي القديم مو جديد، أكثر يعني إحنا من مجموعة سعينا لإيقاف حساب هذا محمد صالح العراقي، وإيقاف حساب مقتدى الصدر، وإيقاف يعني هؤلاء الأشخاص اللي حسابهم اللي هم يعني يعتبر بصراحة هو تحريض على القتل، وأكثر من تغريدة موجودة تحريض على القتل، تحريض على الطائفية. يعني حتى لو يعني احنا ما ننتظر احد من برا هو يجي يوقف حساباتهم، او المفروض الكل يسعى لاي وسيله تواصل هؤلاء الاشخاص يستخدمونها، ولو هم ما شاء الله جاي يصرفون فلوس هواي على يعني على الذباب الالكتروني.
نعم. يعني جاي يسوون الترندات وجاي يسوون كل شيء، لكن إيقاف هؤلاء الأشخاص حقيقة هو يعني كذلك جزء من الثورة، جزء من يعني من عملها من المظاهرات، من الآن الدعوة للعصيان المدني، لأن بهذه الوسائل يعني بصراحة يعني أكو تحريض واضح على القتل، فالتوجه على هذا الأمر هذا شيء يعني ممتاز جدا، وأعتقد أنه يعني موقع التويتر أو الفيسبوك إذا جاء أكثر من تقرير وأكثر من يعني من ريبورت يعني إجا عليهم، أعتقد هم راح يوقفونه، لأن هؤلاء يعني الأشخاص هذه ما تدعي مثلا لإصلاح أو لمكافحة فساد أو لإظهار حقائق، وإنما هم حتى جاي يتخذون هذه المواقع للتزوير، وأكثر من مرة هم يعني ينشرون أشياء يعني عارية عن الصحة ومو حقيقية. فهذا توجه يعني رائع وجميل جدا من الأخوان، وكذلك يعني احنا نسعى عليه بين فترة والثانية اي حساب يلقى نشط بهذه الامور يعني جاي نشتغل على ايقافه. واني همين عم يعني عن طريق يعني من مركم ادعي كل الاخوان الناشطين لانهم يوقفون هذه الحسابات، يسعون لايقافها، يسعون ل يعني وضع شكاوي عليها، من يعني مثل هذه هي ما تخدم العراق ولا تخدم المواطن العراقي. وهم اعتقد يعني هم غنيين عن التعريف بالقتل والسرقة والفساد، يعني هم وين كانوا؟ واغلبيتهم كانوا بالسجون، يعني سجون بوكا وهذه معروفة يعني، وهذا كله طبعا متواطئ مع يعني مع الامريكان وتواطئ مع المحتل، ولا واحد كان بالسجن يتولى منصب بالحكومة كان وين السي في؟ وين يعني؟ طيب اذا امريكا انت فرضت عقوبات عليهم، الخزانه الامريكيه فرضت عقوبات، يعني غير تحثون العراقيه على التنفيذ، لا تفرض عليه عقوبات، هو الان قاعد يعني قاعد ينشر ويغرد وماكو عليه يعني اي رقابه اي رقيب وحسيب، فما ما ما ادري ايش امور وين تصير. اسمعني استاذ رافد، الو اتصال ويا ابو عادي. هي هاي الإشكالية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على هواية من زعماء الميليشيات، لكن الإشكال أنه ما حثت أحد على التنفيذ. هي هاي الازدواجية اللي تسويها الولايات المتحدة. قاسم سليماني ترى سنين مطلوب على لوائح الإرهاب، وسنين مطلوب إلى الانتربول أو البوليس الدولي، لكن ما لزموه بيوم من الأيام، وكان يسافر ويتنقل ويروح ويرجع ويطب العراق وسوريا واليمن و و و و و ما حد سوى له شيء. وحكام هاني الإشكالية، يعني لما يجيني واحد ويقول لي هذا العامري تاج راس، هو عراقي مو هادي، الواحد اللي يقول على هادي هذا العمارة هذا العامري مو عراقي، هذا العامري لما انطلع بالفيديو ويقول الإمام يقول صول صول وحارب 8 سنين ويا الإيرانيين ضد العراق، هذا مو عراقي. واللي حارب العراقيين 8 سنين وقتل أبناء العراق ويجوز قتل واحد من أعمام أو من أخوال اللي يقول هذا تاج راس، ما أعرف واحد حاربني وكان ويا جيش العدو إلي ويجي يحكمني هو وعمار الحكيم وغيره وغيره وغيره، ومن يوم الجوي لليوم ما قدموا شيء للبلد، ما ساعدوا البلد نهائيا. أتحول إلى رسالة واتساب قبل ما يدركني الوقت. السلام عليكم أبو زين العابدين من البصرة، أتمنى أن تخصصوا برنامج وثائقي يومي يوضح للناس جرائم إيران بحق العراق منذ مجيء الثورة الخمينية اللي طالما انخدعنا بها. مساء الخيرات قناة الرافدين العظيمة أستاذ أفل، طبعا إحنا من مع إغلاق حساب الميليشيات المتلطخة أيديهم بدماء الشهداء العراقيين، وأشكر كل كادر الرافدين. فاتن من ألمانيا، مساء الخير أستاذ أفل، تحياتنا لك ولكادر برنامج المحترم. الله يخليك أستاذ أفل، هذول هالمطايا اللي جوي بالقوة فلازم يطلعون بالقوة. تحياتنا لك أبو يوسف من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو رادع الشعب العراقي عندما دخلوا الأمريكان، الكل صفق لهم وفرح عندما مسكوا الشهيد. هل كانوا عارفين عندما مزقوا الصور والتماثيل وضربوه بالقنطرة وين يريدون يرجع مرة ثانية سيرجع، ولكن شخص غيره بالمشابه يبني الحشد، ولكن لو كانوا شرفاء لحرروا فلسطين وإيران، لو كانت صحيحة دولة إسلامية أبدا كانت حرر فلسطين، ولكن هم جبناء.
السلام عليكم استاذ افل، تحيه لحضراتك وقناه الشريفه. اطلعونا المغيبون وتخلونا قلوبنا تنزف دم، والله احنا الامهات صار بينا مئات الامراض، وين المغيبين الخاطر؟ الله طالبونا بهم المغيبين، سمعونا خبر مفرح يريح قلوبنا، صبرنا صبر نبي الله ايوب اخوتكم من العراق الجريح. آخر رسالة أقراها تقول: المجرم جميل الشمري اضطهد وقتل أكثر من 50 مواطن ناصري وجرح العديد مما شفنا الميليشيات، تقول له سوف تقطع يدك، بل على صور المقبورين في الأنبار سليماني والمهندس يهددون ناصر الغنام بقطع يده إذا مس صور هذين المجرمين. مشاهدين الكرام، أكو رسائل هواية وأكو هواية نازلة تتصل. المشكلة اليوم إنه شكو واحد حارب العراق، وشكو واحد أذى العراقيين، وشكو واحد قتل ودمر بالعراقيين، هو تاج راس بهالبلد هذا. السبب سكوتنا احنا. نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في امان الله.